مباراة الأهلي كانت مباراة صعبة عليكم نفسيا طبعا يعني. صعب لا هي يعني نفسيا كانت زعب. معانا شويه لان النادي الاهلي النادي الاهلي بيروح ملعب غزل المحله بقاله كتير جدا ما بيكسبش صح، لكن طبعا بيظل ان هو النادي الاهلي يعني صح. في كل اوقاته مع فرقه محترمه بطل افريقيا، فاعتقد ان الماتش كان صعب جدا، لكن المعادله الصعبه بقى ان احنا اللي كنا عايزين نصعبها على النادي الاهلي، وده حقيقه ده احنا شفناه بعينينا في الملعب. وحتى تسال اللعيبه يقول لك اصعب مباراه لعبوها السنه دي، طبعا انت بتستغل عامل الملعب شويه وعامل كلام على لعيبه الاهلي، هو لعيبه الاهلي اصعب مباراه كانت عندهم غزل المحله طبعا، وهي دايما مباراه غزل المحله في المحله صعبه على الاهلي والزمالك بالظبط كده. فاحنا قدرنا يعني نثبت الحاله دي ان المباراه هتبقى في ملعب غزل المحله هتبقى صعبه على اي حد. فاحنا عملنا مباراه كبيره طبعا، احنا بعد الماتش خسرانين 3-2 في اخر ثانيه في المباراه، والناس كلها بتهنينا على الاداء وعلى المستوى وعلى الروح اللي شافوها، فاعتقد ان ده نجاح يعني. فكره انك تبقى او يبقى الاهلي كسبان 2-0 وترجع طبعا صعبه جدا، طبيعي لما الاهلي بيكسب 2-0 ولا الزمالك يكسب 2-0 يكملوا بقى خلاص يسكور بقى بالظبط كده. انت قدرت ترجع مع فريق كبير زي النادي الاهلي 2-2 لحد الدقيقه 94، يجي فاول في الدقيقه 96 ويجي فيك، فاعتقد السيناريو كمان سيناريو حلو يخلي الناس تعرف قيمه الفريق اللي انت بتاعك يعني. كان ممكن نخلص 3-1 كان ما فيش حد هيقول حاجه صح، يعني لو النتيجه خلصت 3-0 3-1 ما فيش حد هيقول اسم طبيعي الاهلي هيكسب بس المحله طبيعي، لكن منطق. السيناريو بتاع المباراه خلى الناس كلها اعتقد ان هي من اقوى المباريات اللي اتلعبت في الدوري لحد دلوقتي. السؤال دايما اللي بيتقال، ما انت لو لعبت كل مبارياتك زي ما بتلعب قدام الاهلي والزمالك ده انت ممكن تاخد دوري، ده حقيقة ممكن تنافس حقيقة. هي المباراه ما تبقاش محتاجه شحن يعني. انا لو مدير فني وجاي هلاعب الاهلي والزمالك بصراحه مش هتكلم مع اللعيبه، هو كل لعيب بيبقى مركز ونايم بدري وعايز يعمل اقصى حاجه عنده. لكن في نقطه بقى انا عايز اقولها في الفريق الموجود او الشخصيات الموجوده دلوقتي، ان كل مباراه بالنسبه لنا فعلا زي الاهلي والزمالك، الفريق ده بيلعب كده بصراحه يعني. الفريق الموجود حاليا في غزل المحله والجهاز الفني وبالتعليمات كل حاجه، ان احنا نعمل كده، ان احنا كل ماتشاتنا كده، ودي بتنعكس على النتائج. احنا دلوقتي احنا ما خسرناش ولا مباراه غير مباراه النادي الاهلي، لعبنا ماتشات صعبه، لعبنا النادي الاسماعيلي، لعبنا الجيش، لعبنا انبي، لعبنا الشرقيه، لعبنا ماتشات صعبه مش سهله، فقدرنا يعني النتائج ايجابيه في كل مباراه ما عدا مباراه الاهلي، فدي حاجه تحسب للناس الموجوده.